بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. النهاردة يوم الثلاث صباحا من البصحة المقدسة، وزي ما احنا عارفين بنقرأ 5 ساعات الصبح و5 ساعات بالليل، والنهاردة بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس ناخد تأمل بسيط في إنجيل الساعة 11 من يوم الثلاث من البصحة المقدسة، تأمل بسيط وبعدين نقوله بالإنجليزي للفايدة العامة. إنجيل الساعة 11 من إنجيل معلمنا متى الإصحاح 25 من عدد 14 لإصحاح 26 عدد 2، هو على الوزنات. ربنا يسوع المسيح ضرب المثل وبيقول إنه في السيد أو صاحب المال دعا عبيده وأعطى الواحد 5 وزنات والتاني وزنتين والتالت وزنة واحدة عشان خاطر يتجروا بيها ويربحوا، وسافر ولما رجع عشان خاطر يحاسبهم فاللي اداله 5 وزنات قال له أعطيتني 5 وزنات و5 وزنات أخرى ربحتها، ونفس الحكاية اللي قال له أن أنت أعطيتني وزنتين وربحت وزنتين تانيين، والتالت أخذ الوزنة ودفنها. المثل ده إشارة لما يقدمه لنا الله من مواهب وإمكانيات سواء كان في الخدمة أو في حياتنا الخاصة عشان خاطر نستثمرها ونجيب الثمار المطلوبة فيكافئنا. وهنلاحظ أن ربنا بيعطي لكل إنسان إمكانيات معينة ومواهب معينة حسب طاقاته وحسب إمكانياته. مش مهم ان الواحد اخد قد ايه، انما الواحد عمل ايه باللي اخده. معلمنا بولس الرسول بيقول في كورنثوس الاولى 12 من عدد 4 و6، وانواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وانواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وانواع اعمال موجودة ولكن الله واحد. هدف المثل إن ربنا عايزنا نكون أمناء في الوزنات والمواهب اللي ادهلنا من أجل مجد اسمه، ومن أجل نفعنا الشخصي وخلاصنا، ومن أجل الآخرين أيضا وخلاصهم. أهم شيء إن احنا نكون أمناء في الوزنات اللي أعطاها لنا ربنا. علشان كده اللي أخذ 5 وزنات وربع 5 وزنات قال له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ده في عدد 21. اللي أخذ 2 وزنات وربح 2 وزنات قال له نفس العبارات بالضبط في عدد 23. نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل لفرح سيدك. لأنه اللي أخذ 5 وزنات وربع 5 تانيين ده بقى 100%، واللي أخذ 2 وربح 2 يبقى برضو 100%. علشان كده المهم إن احنا نركز على عملنا إيه بالوزنات اللي ربنا ادهلنا، مش نقارن نفسينا ونشوف إشمعنا ده أخذ 5 وأنا أخذت 2 بس. الموضوع مش كده، وأهم حاجة إن إحنا نتفادى نكون زي العبد الثالث اللي أخذ الوزنة ودفنها. فاللي أخذ الوزنة ودفنها لا رجعها للصيارفة عشان خاطر حد تاني يستثمرها، ولكن ربنا عقبه قال أرموه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. خلاص دوت دفن الوزنة، وساعات كتير مننا بنعمل كده. أهم حاجة الواحد يكون أمين، وزي ما بقول كده الأمين في القليل يقيم الرب على الكثير. والأمانة لازم تبقى أمانة للموت، أمانة للمنتهى.
يعني مثلا ربنا بيقول لنا في سفر الرؤيا في الإصحاح الثاني وعدد 10: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. المهم الواحد يبدأ مع الرب يسوع ويكمل حتى الموت، زي ما بولس الرسول قال: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا وضع لي إكليل البر. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. حياتنا كلها تبقى للمسيح، سواء كان في حياتنا الخاصة أو في حياتنا في الخدمة. مش المفروض الواحد يعيش لذاته. شوف معلمنا بولس الرسول بيقول في روميا 14 عدد 7 و 8: لأن ليس أحد منا يعيش لذاته، ولا أحد منا يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. الله يعطينا أن نكون أمناء في كل الوزنات اللي بيدهلنا. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Today is the Holy Tuesday of the Holy Week of Pascha. In the 11th hour, we read the Gospel from Saint Matthew, chapter 25, from verse 14 to chapter 26, verse 2. It is about the parable of the talents. The summary of the parable is about a master who gave his servants, three of them, different talents. The first one who gave him 5, the second 2, the third one, 1 talents. And then he left for a while, and when he came back, he asked them to share with him what they done with the talents that he gave them. This parable represent our Lord Jesus Christ, the Master, the Creator, who give each one of us different talents, and then he will ask us what did we done with the talents that he gave it to us. God measures our success not but why but what we have, but by what we done with what we have. For all that we have, it's a gift from God. We are really only stewards or managers to whom he has entrusted to us. The key thing here, what God looks for us or from us, our faithfulness. How much we are faithful in what God gave us. The one who took the 5 talents made 5 more. And the one who took the 2 made 2 more. So the Lord said to the one who took 5 and made another 5, well done, good and faithfulness servant. You have been faithfully in few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your masters. This is verse 21. The one who took 2 and made other 2, in verse 23, the Lord said to him the same saying that he said to the one who took 5 and made another 5. Well done, good and faithfulness servant. You have been faithfully in a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your masters.
It does not matter how much we receive from the Lord. As we said in the beginning, the Lord measured is what we done with what we have. So we too have to be faithful to honor and to listen and to respect and to use what the Lord gave us for Him, to give Him glory for ourselves and our own salvation, and for those who are around us, whether we are individual in our home or if we are servant to the Lord in any capacity in the church, we have to be faithful. What count is whether we have faithfully served God with what He trusted us or we are not. By all means, we must avoid wasting our talents, like the third servant who wasted his talents and did not done anything for the Lord, for himself, and those who are around him. So the key here, faithfulness. We have to be faithful. Faithful to the end. It's not sometimes, it's not once in a while. Faithful to the end. Listen careful to what the Lord said to us in the book of Revelation, chapter 2, verse 10. Be faithful until death, and I will give you crowns of life. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. The good faithful person who can say with St. Paul, who said, for none of us lives for himself, and no one dies to himself. For if we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord. This is Romans chapter 14, verse 7 and 8. What St. Paul said here, we have to faithful. We have to live to the Lord, and if we die in the Lord. Whether we live or die, all our life should be for the Lord. He is our God. He is our Creator. He is our Redeemer. He is our Savior. He is the one who gives us our life and our talents. And we have to be faithful, faithful to the end. Glory be to God forever and ever. Amen.